هامشي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، قال إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ورغم توتر العلاقة بين البلدين منذ عقود، فإن الفترة الأخيرة شهدت تحسنا نوعيا في الخطاب بين القاهرة وطهران، التي أكدت مرارا إمكانية التقارب مع مصر. وكان آخر هذه التأكيدات إعلان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن لقاء شكري وعبد اللهيان قد يكون خطوة لإحياء العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن طهران لا ترى أي عقبة أمام إقامة علاقات مع القاهرة. حول الموضوع نرحب من باريس بالأستاذ منير حامد، مدير جريدة نبض الوطن. أهلا بك معنا الأستاذ حامد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إذن أربعة عقود من القطيعة بين القاهرة وطهران، هذا اللقاء هل هو خطوة لتحقيق تقارب حقيقي بين البلدين؟ أعتقد أنه في مصلحة البلدين. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهديكم والضيف الكريم. أعتقد أن موضوع العلاقات، رجوع العلاقات أو عودة العلاقات الإيرانية ما بين مصر والقاهرة، بين القاهرة وطهران، أعتقد أنها في صالح البلدين. وتعرضت لهزات كبيرة بعد الثورة الخمينية، وقبل ذلك بعد ثورة 52. يعني أعتقد أن عودة العلاقات مؤشر جيد سواء لإيران أو لمصر في العلاقات. أعتقد أن مصر تحتاج من طهران النفط وربما بعض النفط والتبادل التجاري، وطهران أيضا تريد التبادل التجاري مع إيران. ويعني هناك علامات أيضا لابد أن نتكلم عنها، أو المساوئ من هذه العلاقات وخاصة من طهران، وموضوع المد الشيعي في مصر. والحقيقة مصر كانت هي أم الشيعة في العالم في الدولة الفاطمية منذ 1100 عام تقريبا، وما زال هناك العمل على هذا المد الذي يعني ربما يتخوف منه البعض ويتحدث فيه البعض. وهناك أيضا من يتحدث عن أن هذه العلاقات ليست في صالح إسرائيل، وأنا الحقيقة يعني لا أرى ذلك. سنتحدث عن هذه التفاصيل فيما بعد. الأستاذ منير حامد ينضم إلينا من إيران عبر سكايب، الأستاذ الإعلام السياسي بجامعة قم أحمد مهدي. أهلا بك معنا الأستاذ مهدي. الأستاذ مهدي هل تسمعني؟ أحيي الزملاء والمشاهدين الكرام والضيوف. نعم أهلا. سامعكم. أهلا وسهلا الأستاذ مهدي. برأيك ما سر هذا الحماس الإيراني في التقارب مع مصر على عكس القاهرة فهي تبدو أكثر تحفظا؟ في الواقع يعني يمكننا القول أن إيران منذ استلام السيد إبراهيم رئيسي للسلطة التنفيذية قبل عامين رفعت شعار تمتين الأواصر مع البلدان العربية والإسلامية، وتوجت ذلك بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة، وصرحت كرارا بأنها تريد فتح صفحة جديدة من العلاقات مع بلدان المنطقة. وهذا شأن طبيعي بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي مدت يد الصداقة والأخوة والتعاون مع جميع البلدان العربية والإسلامية. وقد رأينا أخيرا الحوارات التي جرت على هامش أعمال الجمعية. نعم، وعدد من الرؤساء العرب والمسلمين، أخص منهم بالذكر السيد عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين العرب والمسلمين للجمهورية الإسلامية. كل هذه نعم الأستاذ تطورات أحمد حثيثا تخوضه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفتح صفحة جديدة من العلاقات.
طيب الأستاذ منير حمد، بحسب بعض المصادر في الداخل المصري تقول بأن القاهرة ليست عن عجلة من أمرها، وبالتالي هل يمكن أن تعود العلاقات الكاملة بين مصر وإيران، أم تعتقد بأن النقاط الخلافية ستكون عائقا أمام عودة العلاقات بين البلدين؟ يعني أعتقد أن العلاقات سوف تعود في ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي لمصر. أعتقد أن العلاقات الإيرانية سوف تعود بشكل طبيعي جدا، ولا يكون هناك الحقيقة ربما اندماج ما بين العلاقات بشكل كامل سريعا، ولكن أعتقد أن بعد خطوات، بعد مجموعة من الخطوات التي سوف تليها خطوات أخرى، يعني مصر تحتاج إلى إيران بالفعل، وإيران تحتاج إلى مصر في كثير جدا من كما تحدثت عن المواضيع الاقتصادية خاصة، والتبادل ربما احتياج مصر إلى النفط الإيراني أو بعض المواد البترولية الإيرانية لإمداد خاصة المازوت، لإمداد شبكات الكهرباء التي الآن تتعطل أو يقطع هذا الكهرباء عن مصر في هذه الفترة ساعتين وأكثر في اليوم الواحد. لكن فيما يتعلق بالنقاط الخلافية الأستاذ منير حامد، ما الذي تشترطه القاهرة لعودة هذه العلاقات برأيك؟ يعني أعتقد كما قلت أن العلاقات المصرية أو مصر تريد من طهران عدم يعني المد الشيعي داخل مصر، والحقيقة كان عليها علامات خاصة في عام 2012، وحدثت يعني مشادات كلامية شديدة، وربما التقارب السعودي الإيراني هو الذي جرى مصر إلى ربما التقارب مع إيران. وإيران العلاقات كانت ربما كانت سوف تعود في عام 2013، ولكن أجلت هذه العلاقات إلى اليوم. اليوم يعني أتمنى أن تعود العلاقات بشروط عدم المد الشيعي، خاصة بالشكل العجيب الذي نراه من طهران، خاصة مع الولي الفقيه أو سياسة الولي الفقيه في المنطقة العربية كاملة، وليس في مصر، في الجزائر، في تونس، في كل مكان. ولا نريد أن تكون هناك عنصرية، لابد أن نتعايش بأخوية كاملة، فنحن في الآخر مسلمون. وبالنسبة للأزهر يعترف ب الشيعة الاثنى عشر أو الاثنى عشرية بالنسبة للأزهر في بالنسبة للأزهر في مصر يعني. فأعتقد أن العلاقات ربما تعود، ولكن تعود بشروط عدم التدخل الشيعي بشكل شيعي وليس بشكل سياسي. طيب الأستاذ منير حمد ابقى معنا. الأستاذ أحمد مهدي، هناك من يرجع التحفظ المصري في عودة العلاقات إلى جس حسن نوايا طهران تجاه تحسين النقاط الخلافية، هل نتوقع أن تغيد طهران النظر في مواقفها من أزمات المنطقة كي تغيد علاقتها بشكل جيد وكامل مع مصر؟ في الواقع يعني السياسة الإيرانية في المنطقة منذ نهاية النظام الملكي السابق وبداية الثورة الإسلامية دخلت في رؤية استراتيجية جديدة للعالمين العربي والإسلامي، يتمثل بأحقية الشعب الفلسطيني في قضيته المركزية ودفاع الشعب الإيراني عنه، و اكتساب الثورة الإسلامية الإيرانية الشرعية في المنطقة وفي العالم ضمن هذا الإطار الاستراتيجي، ودفع كل ما هو في الواقع يضر ويمس بالعلاقات مع العالمين العربي والإسلامي إلى الهامش، لا سيما يعني تهميش النظرة الطائفية التي تتوخاها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لتأجيج الصراعات القومية والإقليمية والمذهبية بين بلدان المنطقة من أجل التغلغل وتسويق الأسلحة إلى مختلف البلدان العربية والإسلامية، وهذا ما رأيناه في الماضي خلال العقود الماضية. وأنا في الحقيقة يعني دخلت مع
حوارات مع مسؤولين أمريكيين، وهم يؤكدون على هذه النظرة بأن إيران شيعية والعالم العربي هو سني، ولا ينبغي إيران أن تتغلغل أو تنفذ في الداخل. هذه طبعا النظرة الأمريكية الطائفية التي تؤجج العلاقات من أجل تسويق. نعم الأستاذ مهدي. الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وهو ما يضر بالعلاقات بين البلدان الشقيقة، وهذا ما لا تريده طهران. طيب الأستاذ مهدي، وفي ظل هذا التقرب وهذه الإرهاسات التي تحدث عن عودته قريبا، ما الذي ستحققه طهران من أي عودة لهذه العلاقة؟ إيران تريد يعني القيام بأي خطوات سياسية تؤدي أن تصب هذه العلاقات لصالح شعوب المنطقة، ولا سيما الشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم واضطهاد الكيان الإسرائيلي اللقيط. وكلما حدثت تطورات في تمكين الأواصر سواء مع مصر مع البلدان الأخرى لا سيما الخليجية والمملكة العربية السعودية، يتم محاصرة الكيان الإسرائيلي سياسيا وإغلاق المنافع. طيب. نهج التطبيع الذي هرولت إليه بعض البلدان العربية. طيب الأستاذ أحمد مهدي، ابقى معي، تنضم إلينا الآن من القاهرة الباحثة في الشأن الإيراني شيماء مرسي. أهلا بك معنا الأستاذة شيماء. أهلا بحضرتك، حياكم الله ومساكم بكل الخير. أهلا وسهلا. إذن الأستاذة شيماء، بعد هذا الحديث اليوم عن التقارب المصري الإيراني، ما الفرص التي ستجنيها القاهرة بهذه العودة؟ في الحقيقة بالنسبة للفرص التي ستجنيها القاهرة فهي كثيرة. ممكن نتكلم على الجانب الاقتصادي، لأنه باعتبار أن إيران من الدول المنتجة للنفط ومن أكبر منتجي الغاز المسال، فالقاهرة ستستفيد في أنها تشتري النفط الإيراني والغاز المسال بعقود آجلة وأسعار تفضيلية كما فعلت الصين مع إيران، وبالتالي هذا سيخفف من أزمة النقد الأجنبي وسيولته في السوق المصرية، وأيضا سيخفف من الضغط على الميزانية العامة للدولة. أيضا عودة العلاقات سيكون لها تأثير إيجابي على الجانب الأمني، لأن إيران حاليا بتتجه إلى الاستغناء عن السياسة العدائية مع دول المنطقة، حيث أنها نجحت في تنميم العلاقات مع الكويت والإمارات والسعودية، وحاليا تسعى للتطبيع مع مصر، فهذا سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. أيضا تطبيع العلاقات سيسهم في حل أزمة بالنسبة لمصر، هي أزمة الملاحة، لأنه منذ فترة تم الإعلان عن وجود مشروع تجاري بين أنقرة وأبو ظبي وطهران بشأن الشحن عن طريق مواني إيران، لا سيما ميناء بندر عباس، واستغلال الحدود التركية الإيرانية جوربلوج بازرجان، وعن طريق سيتم تقليل مدة الشحن من 28 يوم إلى 21 يوم، وهذا بالتالي سيؤثر على قناة السويس. خاصة وأن أبو ظبي تتجه لمزيد من التبادل الاقتصادي والتجاري مع إيران وتركيا، فمصر تحتاج إلى العلاقات مع إيران، لأنه بشكل أو بآخر سيؤثر على الجانب الاقتصادي. طيب. هذا بالنسبة للقاهرة. طيب الأستاذة شيماء تفضلي بالبقاء معنا. الأستاذ أحمد مهدي، ماذا عن العقوبات الأمريكية على طهران؟ ألا تعتقد بأنها ستكون عقبة أمام هذه العلاقة برأيك؟ خلال الأعوام الأخيرة بعد الانسحاب الذي يعني أعلنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي، وإعادة الحظر الأمريكي، وبشدة ما أسمته الولايات المتحدة الضغوط القصوى، نجح طهران في الحقيقة في الالتفاف على الحظر وفي الانضمام إلى منظمات اقتصادية عالمية، منها منظمة شانغهاي للتعاون، وأخيرا انضمت طهران بالإضافة إلى مصر وعدد من البلدان العربية والأرجنتين والإمارات والسعودية في الانضمام إلى بريكس. هذا سيفتح الطريق أمام هذه البلدان للتعاون
أكثر فأكثر في المجالات التجارية والاقتصادية، وسيسد طريق التغلغل والنفوذ للولايات المتحدة للتأثير على مسار التنمية الاقتصادي. وعلينا أن ننوه إلى أن العملة الإيرانية في الواقع يعني خفت حدة انحدارها وتحتفظ الآن بمستوى جيد، ويعني الوضع الاقتصادي في إيران آيل إلى التحسن، وهناك الكثير من البرامج التنموية والاقتصادية التي يقوم بها السيد إبراهيم رئيسي وحكومته أخيرا. وعلينا أن ننوه أيضا إلى أن إيران حققت تقدما لافتا أقرت به البلدان الكبرى، لا سيما في المجال النووي السلمي والمجالات الدفاعية ومجالات البايوتكنولوجيا والنانوتكنولوجيا وإطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ الفضائية وغيرها الكثير من الأمور. كل هذا تحقق في ظل الحظر الأمريكي، حيث أقر الجانب الأمريكي أن الحظر أدى إلى حصول تقدم بالنسبة لطهران في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التقنية النووية السلمية. كل هذه الأمور تستطيع بها طهران أن تقدم خدمات لأشقائها العرب والمسلمين، لكن عليهم أن يفهموا أن يعني الدق على الأوتار الطائفية والنبرة المذهبية لا يخدم هذا التقدم وهذه العلاقات التي آخذ في التطور بإذن الله. طيب الأستاذ منير حمد، بالحديث دائما عن هذه العقوبات الأمريكية وعن معوقات هذا التقارب، برأيك ما التحدي الحقيقي الذي قد يعيق إعادة العلاقات إلى سابق عهدها؟ يعني أعتقد أن موضوع العقوبات الأمريكية، لو أن هناك عقوبات أمريكية على طهران، عقوبات حقيقية، ما كانت طهران أن تستطيع أن تتحكم في الاقتصاد العراقي، ثاني أكبر دولة كانت في المنطقة العربية مصدرة للنفط في العالم. يعني كلام الأستاذ مهدي يتحدث بشكل كأننا لا نعيش في هذا العالم، كأننا لا نرى ماذا تفعل طهران. وأنا تحدثت هنا عن التدخل الطائفي الإيراني، لا يطلب، لا يتحدث عن التدخل الطائفي. إذا كانت إيران استدعت كل أجهزتها أو كل ألويتها الخارجية، سواء فاطميون وزينبيون وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، إلى سوريا ضد الشعب السوري، نحن نرى بعيوننا ولا نسمع فقط. يعني هناك الحقيقة إيران دولة يعني تنزح أو تريد أن تتوغل داخل المنطقة العربية السنية بموضوع التمدد الشيعي في المنطقة وليس العكس. إذا كنا نرى، إذا كانت إيران سوف تتنحى عن ذلك، فبالعكس أنا أرى أنه من مصلحة العالم العربي أن يتعامل مع إيران وليس بالشكل الديني الطائفي. هم الذين بدأوا بالطائفية. يعني ماذا نجد في اليمن؟ انشقاق كبير جدا ما بين اليمن الجنوبي واليمن الشمالي، الحوثيين وغيره، وكان الذي يمدهم بالأسلحة والصواريخ هم إيران. يعني نحن نتحدث بشكل موضوعي عن التمدد الإيراني داخل المنطقة العربية، وليس فقط التمدد الإيراني سواء في حماية الأنظمة الشيعية التي تحكم في المنطقة كنظام بشار الأسد أو غير ذلك. طيب الأستاذ منير حمد وضحت هذه الفكرة، سأتوجه بسؤال إليك يا الأستاذ شيماء مرسي، ألا تعتقدين بأن الإدارة الأمريكية والكيان الإسرائيلي سيتحركان للضغط على مصر ومنعها من السير في هذا الاتجاه؟ هو بالفعل إسرائيل لم تسمح بأن يكون هنالك تطبيع بين مصر وإيران، لأنه هذا يعتبر تهديد للمصالح الإسرائيلية باعتبار أن هنالك حدود بين مصر وإسرائيل من جهة. لهذا إيران تتجه بشكل واضح وصريح أنها تريد وبإلحاح عودة العلاقات مع مصر، وهذا رد اعتبار على أنباء وجود تطبيع بين السعودية وإسرائيل. تقدري تعتبري أن هنالك تصفية حسابات بين إيران وإسرائيل،
إيران ستستغل علاقتها مع مصر بمزيد من المصالح والاستثمارات، وبالتالي سيمثل تهديد لإسرائيل ومصالحها مع مصر. وهي لا تريد أن تفعل إيران مثلما فعلت الميليشيات الإيرانية في سوريا. لهذا لاحظنا أنه منذ عودة العلاقات بين الرياض وطهران وإسرائيل تكثف من ضرباتها العسكرية على المواقع الميليشيات الإيرانية في سوريا. لهذا وبلا شك فأن إسرائيل لن تسمح بعودة العلاقات، لذلك أعتقد أنه الجانب الذي سيقوم بالضغط على الجانب المصري للحيلولة دون عودة العلاقات بين مصر وإيران. طيب الأستاذ مهدي أحمد، لو نتحدث عن العلاقة بين كل من إيران ومصر مع واشنطن التي تعتبر حليف استراتيجي مهم لمصر وبالمقابل لا تزال خصما قويا لإيران، كيف يمكن التغلب على هذه العقبة بنجاح؟ بالفعل يعني نحن سنواجه مثل هذا التحدي في إعادة العلاقات الدبلوماسية ما بين البلدين، حيث ستقوم واشنطن بشن ربما هجمات سياسية وأدائية. الجانب الإيراني سيقدم الدعم لأي بلد يحاول إعادة العلاقات إلى المسار الطبيعي و توجيه البوصلة بشكل صحيح ضد الكيان الإسرائيلي وليس ضد المسلمين سواء كانوا سنة أو شيعة. وعلينا التذكير والتنويه بالنسبة للأستاذ أن التحدث بهذه اللهجة الحاقدة ضد إيران لا يخدم سوى مصالح الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية وعلى أشقائنا في مصر الانتباه لهذا التوجه الذي لا ينبغي أن نتحدث بشكل يصب في مصالح الأعداء. وبالنسبة لإيران طبعا قدمت الدعم لسوريا ليس ضد الشعب السوري وإنما ضد التنظيمات الإرهابية مثل داعش وغيرها، وقدمت الدعم لحزب الله ضد الكيان الإسرائيلي، وقدمت الدعم للفصائل الفلسطينية التي هي في الواقع تنتمي إلى المذهب السني كحماس والجهاد وغيرها ضد الكيان الإسرائيلي أيضا، ليس هناك نبرة طائفية ولا مذهبية. وأما بالنسبة لليمن فلم تقدم دعما عسكريا إنما قدمت دعما معنويا وسياسيا فقط. عملية خلط الأوراق بهذه الصورة وفي الواقع يقدم نظرة قاتمة وسيئة لإعادة العلاقات، وعلينا طيب نسير في عام إثارة النعرات الطائفية والمذهبية بين المسلمين والذي لا يخدم هو الأعداء وعلى رأسهم الولايات المتحدة. طيب الأستاذ أحمد مهدي وضحت هذه الفكرة وسأنتقل بها إلى الأستاذ منير حامد، برأيك كيف ستحافظ مصر على نفس العلاقة مع واشنطن وإيران بعد هذا التقارب؟ يعني أعتقد أن كل رجوع العلاقات العربية لم ترجع من مصر مثلا من نفسها إلى العلاقات الإيرانية. أعتقد أن سوف تدخل أمريكا في هذه العلاقات، سوف تعطي الأوامر أو لا، وأنا أتكلم عن السعودية وكل دول يعني الدول العربية كاملة بعيدا عن الجزائر التي لا تربطها سياسة حقيقية أو قريبة بالولايات المتحدة. الجزائر الحقيقة لها دور فعال بالفعل ضد الكيان الصهيوني التي ترفض تماما التطبيع مع الكيان الصهيوني في كل شيء. وأنا هنا لا أحقد على إيران الحقيقة، أنا أريد فقط أن أضع نقاطا على الحروف. الأخ يتكلم، الأستاذ أحمد يتكلم بشكل غريب، يعني نحن نعلم كل شيء، داعش لم تدخل إلا بأوامر إيرانية أمريكية والكل يعلم ذلك، وأنا لا أتهم الحقيقة. طيب الأستاذ منير حامد لو سمحت نبقى في صلب الموضوع المتعلق بالتقارب بين البلدين لو سمحت. نعم نعم، يعني إذا نحن نتحدث على هذا التقارب، من يقول أنه ليس في صالح إسرائيل؟ الحقيقة مصر مطبعة مع إسرائيل بشكل غير عادي، يعني العشر سنوات الماضية مصر مع إسرائيل يعني في كل شيء. فلا نتكلم، إذا أرادت إيران
أن تدخل في علاقات مع مصر، وأنا أتمنى ذلك دون النظرة برضو الطائفية، وأن يعني النظر لمصر في موضوع الطائفية خاصة أو المد الشيعي في المنطقة. فأنا أريد هذه العلاقات وبشدة، سواء رضت أو رفضت أمريكا لا يهمني أمريكا نهائيا ولا يهمني إسرائيل، بالعكس يذهبوا إلى الجحيم. أنا يهمني علاقات تحترم معلش الطوائف، لا تتدخل طائفيا، وأنا لا أحقد، ما زلت أقول لا أحقد، أنا لست ضد هذه العلاقات، بالعكس أنا أريد هذه العلاقات وبشدة. اليوم مصر ربما تذهب إلى إيران في هذا الوقت. طيب الأستاذ حمد وضحت الفكرة. طيب استسمحك على المقاطعة الأستاذ منير حمد. الأستاذة شيماء مرسي، ثمة حديث اليوم حول احتمال عقد اجتماع بين السيسي ورئيسي، إلى ما يؤشر ذلك؟ هو بالفعل كان منذ تقريبا 3 أشهر كان في أنباء أو تصريحات من مسؤول إيراني، هو نائب في البرلمان الإيراني اسمه صلاح الدين المالكي، بوجود ترتيبات مرتقبة عن بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. فكرة أن الأنباء تتكرر هذا اليوم دليل على أن هنالك خطوة فعالة لإعادة العلاقات، خاصة وأن إبراهيم رئيسي علق على اللقاء الوزاري الذي تم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بأنه فاتحة وبداية لعودة العلاقات، كما أنهم أشادوا من جانب السفارة الوزارة الإيرانية أن هذا النقاش كان مثمر وبناء وتم مناقشة القضايا المشتركة. يعني أعتقد أن المفاجأة المنتظرة خلال الأيام القادمة هو عودة العلاقات بين مصر وإيران، وهذا الترتيب وإن لم يكن بشكل علني سيكون ممهد بالفعل لعودة العلاقات مثلما حدث مع الرياض وطهران. طيب الأستاذ أحمد مهدي، في أقل من دقيقة لو سمحت، كيف تتوقعون شكل العلاقة بين طهران والقاهرة مستقبلا؟ بطبيعة الحال يعني لكل مرحلة صعبة لابد من نقطة بداية إيجابية والتغلب على المشاكل القائمة. في موضوع العلاقات بين البلدين يتطلب حسن النوايا وبذل الجهود المكثفة من قبل ساسة البلدين لإقامة علاقات طبيعية وودية ما بين الشعبين، وعلينا أن ننظر إلى التاريخ والحضارة والمنطقة والجغرافيا وكل شيء، هناك قواسم مشتركة تشجع على هذا التطبيع وهذه العملية، إنما ينبغي النظر بنوايا حسنة وينبغي العمل على الأستاذ أحمد مهدي. انتهى وقت البرنامج، معذرة على المقاطعة. شكرا لك أستاذ الإعلام السياسي بجامعة قم على هذه المشاركة. شكرا لك الأستاذ منير حامد مدير جريدة نبض الوطن من باريس، والشكر موصول لك من القاهرة الباحثة في الشأن الإيراني شيماء مرسي على المشاركة معنا في عدد اليوم من برنامج نبض العالم. وإلى هنا يأتي الختام، إلى اللقاء.